أعلنت روسيا أن قواتها تقوم بالانسحاب من منطقة بالقرب من مدينة خيرسون الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ستنسحب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بالقرب من خيرسون. من جانبه أشار مستشار الرئيس الأوكراني إلى بقاء بعض القوات الروسية في خيرسون، موضحا أن موسكو تقوم بإرسال تعزيزات إلى المنطقة. قال قائد الجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية تقدمت 7 كيلومترات في اتجاهين في الجنوب وسيطرت على 12 تجمعا سكانيا في الساعات 24 الماضية. وقال المسؤول الأوكراني إن كييف لا يمكنها تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بانسحاب القوات الروسية من خيرسون، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ العملية الهجومية بما يتماشى مع خطتها. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الانصياع المستمر للولايات المتحدة لا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيها. وأضافت زاخاروفا أن مطالب إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق الاستقرار الداخلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آخذة في الازدياد، مشيرة إلى أن التقارير عن عقوبات جديدة والدعوات المنتظمة لمعاقبة روسيا اقتصاديا تبدو مخيفة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأوروبيين أنفسهم. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد حتى الآن إلى 7,631,000 لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 الماضي. كانت بولندا قد أصدرت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. أعلن الجيش الأوكراني عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 78,690 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2,804 دبابة و 5,682 من المركبات المدرعة، وكذلك 1,805 من النظم المدفعية، و 393 من الأنظمة والراجمات الصواريخ المتعددة، و 278 طائرة، و 260 مروحية، و 16 سفينة حربية، فضلا عن 159 وحدة من المعدات الخاصة، و 4,174 مركبة وخزان وقود، و 1,499 طائرة بدون طيار. Мы дары проклятые!